هذا اللقاء هذا وحنا سنهضروا على المشكل في الماده. كتقول لك حنا كتقولنا ما لقيناش اللي يعاوننا، ما لقيناش لي سبونسور، ما لقيناش. واش كانت شي حاجه العام اللي فات وهذا العام تغيرات؟ واش كان عندكم فيستير ديال ليفربول ولا مع تشيلسي وحيدتو ليكم؟ المهم بقيتي تعطينا امثله. انا باش جاوبتك قلت لك انت النهار الاول اللي جيتي قلت لي عندي برنامج، والنهار اللي جلست انا وياك في الرولاك جلست انا وياك في واحد القهوه في البالون قلت لي انا عندي واحد البرنامج نخدم عليه. انا متفق معك برنامج راه ما يجيش وينزل في شهر ولا في شهرين ولا في 3 شهور ولا في 4 شهور، ولكن هذا البرنامج منين تبدا في 6 شهور منين تدوز واحد 3-4 موا ولا 5 موا ولا 6 موا تيبان لك بتي شونجمون المينيموم. دابا تسمع لي فوند ميناجمون مخلصينش، تسمع العساس ما مخلصش شارجي د ماتيريال، ما مخلصش شيفور د كار، ما مخلصش اللعابه، ما مخلصينش ديك النهار ماتش اميكال هاد السيمانه ما بين ليسبوار و بريمير ايكيب. لا 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 البريمير ايكيب واخر مول الاخرى الجمهور غادي يشري لنا، ما بالنا برنامج ما بالنا هادشي غادي يرجع لور 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 لور. ما كاينش شي حاجه اللي تتبين لك بان ان شاء الله يكون شي مستقبل زوين للنادي الطونيطي. دابا انت كرئيس وهاد التجربة ديالك في هاد 6 شهور السي الحلوي، هاد التجربة اللي دوزتي في هاد لي 6 موا دابا، شنو تيبان لك شنو تيبان لك المستقبل ديال نادي القنيطري؟ واش غيزيد لقدام؟ واش هاد العام غيطيح الهواج؟ واش غيبقى دوزيام ديفيزيون؟ واش العام الجاي عاوتاني نديرو 20 ديال الانتدابات ولا 25؟ واش نشريو 20 لعاب ولا 25 لعاب؟ حيت دابا كل عام تتراكم علينا الديون، كل عام تلقاو لي نيتيش في الجامعه، العام اللي فات ما شديتيوش فلوس للجامعه، المنحه من الجامعه علاش كان عندكم نزاعات؟ هاد العام عاوتاني تسالي لا سيزون ديال هاد العام، عاوتاني العام الجاي وقع لكم لو ميم بروبليم، هاد العام عندك بريمير ايكيب عندك 90% ديال اللعابه عندهم فان كونترا في الخط العام، سكيب في العام الجاي خصك تشري 20 لعاب اخر. انا بغيت نفهم كيفاش السي الحلوي يمكن انا نكون غلط يعطيني هي غيقنعني عفاك شنو هي لا فيزيون ديالك. ثاني حاجه قبيله كلشي حنا غنخدموا على المدرسه ونخدموا هاد العام تشوفوا بان السي عبد السلام الحراتي مشي عند السي عزيز بوعبيد باش ياخذ فلوس المدرسه باش الكاك ديبلاصا بهم. واش هادشي معقول؟ لا درتيها السي عبد السلام كنتحاسبوا معاه. لا ما مشيتيش تحاسب، مشيتي باش تاخذ الفلوس، مشيتي باش تاخذ فلوس للمدرسه، والسي عزيز بوعبيد قال لك انا ما مكلفش داكشي سير شوف مع جمعيه الاباء. السي الحلوي انا الله يرحم بوك، شوف حنا تتقول لنا اللي بغى يجي للكاك خلينا نهضر الله يخليك يكمل، تتقول لنا اللي بغى يجي للكاك مرحبا به، انا عبد ربي باغي نجي للكاك. ولكن انت شفت تقول قبيله تتقول يد وحده ما تتصفر. انا معاه والسي عبد السلام كنا نكملوا الله يجازيك بخير، والسي عبد السلام كنا نكملوا وكنا نكملوا السي عبد السلام، راه حنا ماشي في السوق، راه حنا وحنا في الاجتماع السي عبد السلام. صافي الحاج الحاج انت قبيله قلتي يد وحده ما تتصفقش، انا معاه الاجتماع ديال هذه الشهر راه كنت انا قلت لي عندي سبونسور قلت لك راه السي الزمزمي الله يعمرها الله تيعاون الكاك انا معاه، ولكن راه السي الزمزمي بوحده راه ما يعاونش الكاك بوحده، راه خاصك الناس كل الناس اللي يكونوا ضايرين بك كلهم يكونوا مزيانين. واش اصاحبي عندك واحد الكاك اللي يعاونك واحد انا باغي نجي معاك للكاك نتعاون انا والسي الزمزمي، ولكن حنا بجوج راه ما كافيينش. احنا عاوناك اليوم، عاوناك هاد الشهر الشهر الجاي الشهر اللي موراه، ومن بعد راه يطلع لنا بزاف غنمشيو بحالاتنا، إلا طلع لي ناس زعاف والزمزم يطلع لي زعاف والآخر يطلع لي زعاف، صافي راه ما يبقى حتى واحد. يا إما خصكم تقدوا بها وتزيدوا بها لقدام، يا إما تحطوا الثقة تكون تمشيو بحالاتكم، ماشي تقول شوف الكاك راه عندها موليها، راه ماشي أنا هو مولاها ولا أنت ولا غيرنا، راه عندها موليها، كون عليا غدا تحط الثقة تك السي الحلوي، ويمشيو الناس، غدا يجي رئيس. راه عندها المحبين، راه شوف انا شوف انا ما تنقولكش انت خايب ولا شفار ولا نصاب ولا انا جو دي باسا انا ما تنقولكش، ولكن طريقه ديال التسيير اللي غادي بها النادي القنيطري راه غادي الهوى وشكرا.